السلام عليكم ورحمة الله، وأهلا بكم أعزائنا المشاهدين إلى حلقة جديدة من صدى الأقلام، نرصد فيها أبرز ما كتبت الأقلام في الصحف العراقية والعربية والعالمية، ولكن بعد جولة في أهم العناوين. في موقع الحرة، مئات العراقيين يتوافدون على ساحة التحرير أو إلى ساحة التحرير لإحياء ذكرى الثورة. في المدى، النسخة الجديدة من الاحتجاجات تغادر التحرير وتطالب بحل البرلمان وإقالة رئيس القضاء. في صحيفة الشرق الأوسط، الكاظمي في ذكرى احتجاجات أكتوبر، الانتخابات البرلمانية ستجرى في موعدها. في العربي الجديد، البرلمان العراقي يصوت على الدوائر الانتخابية باستثناء محافظتين. أما في الزمان، دعوات لمقاطعة البضائع الفرنسية على خلفية موقف ماكرون من رسوم مسيئة للنبي محمد عليه الصلاة والسلام. في القدس العربي، باريس تستنكر تشكيك أردوغان بصحة ماكرون العقلية وتستدعي سفيرها في أنقرة. وأخيرا في الخليج الإماراتية، معارك كارباخ تعود إلى التصعيد بعد محادثات واشنطن. سلطت صحيفة إنديبندنت عربية الضوء على التظاهرات في العراق مع حلول الذكرى الأولى لانتفاضة تشرين، وقالت الصحيفة في تقريرها إن الناشطين يستعدون لإعادة إحياء حراكهم الاحتجاجي في محاولة لإرغام حكومة الكاظم على اتخاذ خطوات تلبي مطالباتهم المستمرة بالقصاص من قتلة المحتجين وتوفير أجواء آمنة وحسم مسألة السلاح المنفلت قبل الذهاب إلى الانتخابات المبكرة. لعل اللافت في خطاب المحتجين هو أن المطالبات بحسم ملف السلاح المنفلت والكشف عن قتلة المحتجين باتت تسبق مطلب الانتخابات المبكرة، إذ يرى المحتجون أن تلك المطالب تمثل مقدمات أساسية لتوفير أجواء آمنة قبيل الاستحقاق الدستوري، مشيرين إلى أن عدم تحقيقها يعني أن الجماعات المسلحة التي تستهدفهم لن تتوانى عن استهداف أي حراك سياسي يزاحم نفوذها، خصوصا فيما لو كان منبثقا من حركات الانتفاضة المناوئة للنفوذ الإيراني. ويرى مراقبون أن كل الاستهدافات السابقة التي تعرضت لها شخصيات بارزة في الاحتجاجات تهدف إلى تخويف الناشطين واستهداف البارزين منهم خوفا من أن يكونوا منافسين رئيسين في الانتخابات المقبلة، حيث يؤكد ناشطون أن ما جرى من اغتيالات وحوادث خطف وتهديدات في أغلب المحافظات العراقية التي تشهد حراكا شعبيا متزايدا يأتي في سياق تصفية الساحة من أي منافسين للأحزاب والميليشيات المسلحة في الانتخابات المقبلة. ويضيف الناشطون أن الذهاب نحو انتخابات مبكرة غير ممكن ما دمنا غير قادرين على طرح برامج انتخابية بحرية وسط فوضى السلاح واستهداف الميليشيات المتكرر، مبينين أن هذا الأمر هو الذي دفع المحتجين إلى تقديم مطلب محاسبة القتلة وإنهاء ظاهرة السلاح المنفلت على مطلب الانتخابات المبكرة. وتنقل الصحيفة عن الناشطين قولهم إن الحراك لن يكون مجرد استذكار لثورة تشرين، بل هو استمرار حتى تحقيق المطالب، مشيرين إلى أن لجنة الكاظم الأخيرة غايتها كسب الوقت، خصوصا مع عدم تنفيذها أوامر قبض صادرة بحق قادة أمن على رأسهم جميل الشمري. قالت صحيفة الغارديان البريطانية إن الميليشيات المرتبطة بإيران ترفض عودة نازحي الموصل إلى منازلهم على الرغم من مرور نحو 6 سنوات على استعادة المدينة من سيطرة تنظيم داعش. وذكرت الصحيفة أن ما لا يقل عن 400,000 عراقي فروا من داعش ويعيشون في مخيمات النزوح المنتشرة في أنحاء البلاد، وهم ممنوعون بطبيعة الحال من العودة إلى ديارهم أو غير مستعدين لمحاولة ذلك.
الصحيفة تضيف أن هؤلاء النازحين ومعظمهم من العراقيين السنة يخشون أنه بعد الانتصار على داعش لم يعودوا شركاء في العراق ما بعد الحرب. وتتابع أن الميليشيات الموالية لإيران تمكنت بعد انتهاء المعارك ضد داعش من ترسيخ وجودها في المنطقة، مشيرة إلى أنه في بعض الحالات منعت مجتمعات بأكملها من العودة إلى الديار. وتنقل الصحيفة عن النازح طه صابر صالح الذي أمضى السنوات الأربع الماضية في مخيم حسن شام للنازحين قوله: إنهم موالون لإيران، لن يتوحد العراق مرة أخرى حتى تغادر الجماعة الإيرانية البلاد. وتؤكد الصحيفة أن حكومة بغداد ربما غير قادرة لغاية الآن على اتخاذ ما يلزم حيال الأعداد الهائلة من النازحين في العراق. وتقول منظمات الإغاثة والجماعات الإنسانية أن التأخير في إيجاد الحلول يمكن أن يخلق صدعا جديدا ودائما في المجتمع العراقي. وتقول الباحثة الأولى في قسم الأزمات والنزاعات في Human Rights Watch بلقيس والي إن هذا الفشل في استيعاب النازحين سيكون له تداعيات مدمرة طويلة المدى. وتضيف: هذا يثير المزيد من الغضب والاستياء في بلد يبدو أنه مستعد لتنفيذ العقاب الجماعي ومعاقبة النساء والأطفال الذين لم يرتكبوا جرائم. الصحيفة تشير في ختام تقريرها إلى أنه ما زال هناك أكثر من 1,600,000 نازح في عموم العراق، بينهم قرابة 300,000 من أهالي الموصل. يعيش الغالبية العظمى من هؤلاء في مخيمات قدمتها منظمات إنسانية وتتوزع أغلبها في محافظة نينوى. قال موقع ذا هيل الأمريكي إن الميليشيات الموالية لإيران في العراق تصاعد من تهديداتها لحلفاء أمريكا في العراق مثل الأكراد. وأضاف الموقع أنه إذا توقفت الميليشيات عن مهاجمة القوات الأمريكية خوفا من الرد الأمريكي، فإنها لن تتوقف عن استهداف شركاء أمريكا القلائل المتبقين في العراق بهدف الضغط على واشنطن لمغادرة العراق، مما يعطي هذه الميليشيات الفرصة للسيطرة على البلاد. الموقع أكد أنه على مدى السنوات الماضية القليلة أصبحت قوات الحشد الشعبي دولة داخل الدولة، وقاموا بإنشاء نقاط تفتيش وقواعد في جميع أنحاء العراق. أما الهدف فهو دفع الولايات المتحدة إلى مغادرة العراق وتمكين الحلفاء الإيرانيين من السيطرة على بغداد. ويقول الموقع أنه في 30 أيلول الماضي أطلق الصواريخ من قرب الموصل على كردستان، وسقطت بالقرب من منشئة أمريكية في مطار أربيل. وبعد أسبوعين تعرض مكتب الحزب الديمقراطي الكردستاني في بغداد لهجوم. وأشار التقرير إلى أن الرسالة كانت واضحة: إذا تم الحد من الهجمات ضد المنشئات الأمريكية في أجزاء أخرى من العراق فإن الميليشيات ستستهدف حلفاء الولايات المتحدة الأكراد. وأضاف الموقع أن إدارة ترامب نجحت في ردع هذه الميليشيات باستخدام الضربات الجوية والتهديدات، مشيرا إلى أن هذه الميليشيات تخشى أن يرد ترامب بقسوة إذا تعرضت القوات الأمريكية للأذى، لذا فهم يهاجمون شركاء الولايات المتحدة. وشدد الموقع على ضرورة أن تستمر واشنطن في الاستثمار في أمن كردستان، وقال إن الضغط الأمريكي بعد هجمات مطار أربيل أسفر عن مطالبة اللواء 30 تابع لقوات الحشد الذي يسيطر على المنطقة التي أطلقت منها الصواريخ بالرجوع للخلف خارج نطاق أربيل. ويختتم الموقع بالقول إنه يجب على الولايات المتحدة الاستمرار في الضغط وتبادل المعلومات الاستخباراتية والتنسيق الأمني مع القوات الكردية لتمكين أربيل من أن تكون حليفا قويا في المنطقة. نشرت صحيفة لوموند الفرنسية تقريرا تحدثت فيه عن أسباب عودة سعد الحريري إلى الساحة السياسية وتكليفه مجددا بتشكيل الحكومة بعد استقالته أواخر عام 2019 تحت ضغط الشارع اللبناني. وقالت الصحيفة إن الحريري برر قرار استقالته من منصبه كرئيس وزراء لبنان في 29 أكتوبر عام 2019 بعد 13 يوما من الاحتجاجات المناهضة للنظام، بأنه استجاب لرغبة العديد من اللبنانيين الذين خرجوا إلى الشوارع. الصحيفة تؤكد أن ما تغير في ظرف سنة هو أن الشارع الذي رضخ الحريري لمطالبه واضطر للاستقالة
أصبح خاليا بعد أن أنهكت قواه من جراء القمع الذي تمارسه قوات الأمن ومن جراء انهيار العملة الوطنية وتدهور القوة الشرائية. وعدت الصحيفة أن رجل الأعمال الذي ورث عن والده رئيس الوزراء الأسبق رفيق الحريري إمبراطورية سياسية ومالية ناور بمهارة الاستعادة منصبه، فبعد فشله في العودة إلى المنصب في كانون الأول عام 2019 حين رفض شركاءه السابقون في الحكومة السماح له برئاسة حكومة التكنوقراط، عرف كيف يعرقل تكليف مصطفى أديب الذي وكلت إليه مهمة تعويض حسان دياب، وفشل في ذلك أواخر أيلول الماضي بسبب الخلافات على الحقائب الوزارية بين كتلة تيار المستقبل وكتلة حزب الله وحركة أمل. وأضافت الصحيفة أن المخاوف من سيناريو شبيه بما حدث في فنزويلا مع ازدياد نسبة التضخم بأكثر من 100% على مدى سنة ومعدل الفقر الذي بلغ نحو 50% خدمت طموحات الحريري بالعودة إلى منصبه، وأن العقوبات الأمريكية ضد حزب الله والتي توسعت لتشمل بعض الشخصيات المتحالفة مع الحزب أسهمت في إضعاف جبران باسيل رئيس التيار الوطني الحر والذي كان المعارض الرئيس لعودة الحريري. الصحيفة تحذر من أن الطائفية اخترقت النظام السياسي اللبناني وأصبحت واقعاً لا مفر منه، ولتشكيل حكومته سيتعين على الحريري تقديم تنازلات، الأمر الذي قد يؤدي إلى إفساد أي محاولة للإصلاح قبل أن تبدأ. لم يكن الإعلان عن اتفاق التطبيع بين السودان والكيان الصهيوني مفاجئاً، فإشارات كثيرة كانت تقود إلى توقع حدوث الأمر بين لحظة وأخرى، وهو ما حصل بالفعل مساء يوم الجمعة الماضية عبر الإعلان المشترك الأمريكي السوداني الصهيوني. حسام كنفاني يرى في صحيفة العرب الجديد أن تصريحات الحكومة السودانية عن التطبيع تشير إلى أن الأطراف السياسية مغلوبة على أمرها وتشعر بالإحراج من الاتفاق وتحاول نسبياً التنصل منه منذ لحظة إعلانه. هذا ما يمكن استنباطه من تصريحات وزير الخارجية السوداني عمر قمر الدين، والذي قال إن ما تم هو اتفاق حول التطبيع وليس تطبيعاً. أما رئيس الوزراء السوداني عبد الله حمدوك فعمد إلى عدم التعليق على التطبيع واكتفى بالحديث عن رفع السودان عن قائمة الدول الداعمة للإرهاب بكونه إنجازا للبلاد. مثل هذا الكلام وخصوصا بالنسبة إلى وزير الخارجية يوحي بأن هذا الاتفاق جاء تحت التعذيب بالنسبة إلى القوى السياسية، وخصوصا في ظل السعي للإصلاح الاقتصادي الذي يمكن ربطه بشكل أو بآخر بعملية رفع اسم السودان عن قائمة الدول الداعمة للإرهاب والذي لم تقدم عليه الولايات المتحدة من دون مثل هذا الاتفاق، رغم أنه ليس من الضرورة أن يقود هذا الرفع إلى الرخاء الاقتصادي وخصوصا في ظل تجارب سابقة في ليبيا والعراق، إذ لم تؤدي إزالتهما عن هذه القائمة إلى الانتعاش الذي كان متوقعا. العسكر الحاكمون في البلاد أيضا لعبوا دورا في التعذيب الذي أودى إلى التطبيع، فهؤلاء يرون في الاتفاق فرصة لتأبيد حكمهم بعد نيل الرضا من الولايات المتحدة، وهم عمدوا إلى تلميع الخطوة التطبيعية شعبيا لكونها أساسا للخروج من الأزمات الاقتصادية التي تعيشها البلاد. الكاتب يضيف أنه ما بين العسكر والسياسيين في السودان اليوم لابد من ترقب الخطوات التالية للإعلان عن الاتفاق التطبيعي، وما إذا كانت أو كان حديث وزير الخارجية له سند فعلي أم أن التطبيع سيفرض فرضا على السياسيين وستظهر إجراءات فعلية في الأيام أو الشهور المقبلة، خصوصا أن البرلمان الذي يتحدث عنه والوزير وزير الخارجية لا يزال يحتاج إلى وقت طويل ليتشكل ويبدأ في ممارسة مهامه. نشر موقع ميدل إيست آي البريطاني مقالاً للكاتبة مريام فرانسواوا حيث أو حول حادثة مقتل المعلم الفرنسي صامويل باتي، مؤكدة أن نشوء التطرف غير متصل بأيديولوجيا ودين محدد بل يرجع إلى أسباب اجتماعية. وناقشت الكاتبة الظروف التي يعيش فيها المسلمون في فرنسا معتبرة أنها ظروف قائمة على التمييز ويرافقها انعدام الأمن وتفشي البطالة والفقر في صفوفهم.
بعد قتل باتي، تعهد الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون بأن الخوف سيبدل المواقع، وهو قسم ينذر بالشؤم، يشبه كثيراً الخطاب الذي ألقاه حول الانفصالية في وقت مبكر من هذا الشهر، ويؤذن بزيادة الرقابة على المسلمين بشكل عام وليس على الإرهابيين بشكل خاص. بعد القتل، تعهد كبار الوزراء بإغلاق المنظمات والمساجد التي لها صلة بالهجوم بغض النظر عن مدى هشاشة هذه الصلة، وهذا أمر مقلق جداً بالنسبة لمن هم في خط النار، بما في ذلك الجمعيات الخيرية ومجموعة تكافح ضد الإسلاموفوبيا الذين يرون أنهم يستهدفون من دون مسوغ ويوضعون في خندق واحد مع الإرهاب. غدت الشعارات السطحية الآن أركانا للقومية. تتعرض فرنسا للهجوم بسبب قيمها وعلى جميع المواطنين الاستنفار للدفاع عن البلد ضد عدوها الذي لا يعرف له شكل، إنه عدو عنيف لأنه مسلم، وبالتالي ينبغي أن يعد جميع المسلمين محل اشتباه وينظر بخوف وحذر إلى كل مظهر من مظاهر التدين. ما تقوم به الحكومة الفرنسية لا يقتصر على أنها تترك حيزاً ضيقاً جداً بإمكان مسلمي فرنسا أن يكونوا داخله بأمان، ولكنها أيضاً توجد أرضية خصبة وفرصاً سانحة للعقول المحبطة والساخطة لتشارك في التمرد على الدولة. الكاتبة تقول أنه حينما أتيحت الفرصة لماكرو ليضع أجندة تقدمية، ذهب بدلاً من ذلك يغازل اليمين المتطرف، وراح يغذي المواطنين الفرنسيين بالمخاوف حول الانفصالية، ويزين ذلك لهم بالأخبار الكاذبة والحكايات المضللة والمزج في خطابه بين مصطلحات مثل التشدد والتجمع والمسلمين. الرسالة التي يوجهها إليهم واضحة وضوح الشمس، ومفادها أن المسلمين هم المشكلة. صمم علماء في معهد ماساتشوستس للتكنولوجيا قناعاً قادراً على قتل فيروس كورونا بدلاً من ترشيح الهواء، وعمل الفريق على حساب معدل تدهور فيروس كورونا في ظل ظروف مختلفة، وخلصوا إلى أن درجة حرارة 90 درجة مئوية ستساهم في تقليل ما بين آلاف وملايين الجسيمات الفيروسية اعتماداً على الحجم النهائي للنموذج. وبدلاً من ترشيحها، يمكن أن يقتل قناع الوجه الكهربائي جزيئات الفيروس التاجي عن طريق تمرير الهواء الذي تتنفسه عبر شبكة نحاسية دقيقة يتم تسخينها إلى 90 درجة مئوية. وقال العلماء إنه إذا تم تسويق الجهاز الذي يعمل بالبطارية، فمن المرجح أن يكون أغنى من قناع القماش أو أغلى منه، أو القناع الجراحي أو N95 وجهاز التنفس الصناعي. ومع ذلك سيكون القناع الساخن مثاليا للحالات التي يكون فيها خطر التعرض للفيروس مرتفعا، كما هو الحال في بيئة الرعاية الصحية أو في وسائل النقل العام المزدحمة. وعلاوة على ذلك، لن نحتاج إلى التخلص منه أو تعقيمه بعد استخدامه. إلى أهم ما رسم فنانو الكاريكاتير لهذا اليوم.
بهذا نصل إلى ختام حلقة هذا اليوم من صدى الأقلام. إلى لقاء في حلقة جديدة. السلام عليكم ورحمة الله.